اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في بث مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء. اليوم حنا كنتواجدوا في طريق سيار المؤدي الى مراكش وكذلك جديده، فهنايا في منتصف هذا الطريق هذا كاينه واحد الحادثه ديال السير، حادثه ديال السير اللي خطيره بزاف. فسياره خرجت عن طريق او على الاتجاه ديالها، خرجت الاتجاه المعاكس. نخليكم تشوفوا باش تفهموا في الواقع هذا الصباح. الله يحفظنا ويحفظكم من كل شر وغرض، السيارة كانت سيدنا جيب ديال البنات، خرجات على الطريق المعاكس، ما عرفناش شنو وقع، ولكن الشيء اللي خلق ارتباك كبير وعرقلة في طريق السيارة. الله يجزيك بنا خير يا رب. الله يحفظنا ويحفظكم من كل شر يا رب. صافي كتشوفوا مشاهدينا الكرام، رجال ما حضروا باش يشوفوا ويعاينوا، خاصة هذه المزية والناس الفوق مصدومين من هول هذه الحادثة هذه اللي هي ذات السيار الطريق الآخر، ذات الطريق الآخر. الله يحفظكم لينا ويحفظ لكم يا رب. الله يحفظ لينا خير يا رب. كيف ما كتشوفوا هذه السيارة هذه ذات اتجاه معاكس ديال السير، وخلات جوج ديال السيارة أو ثلاثة أخرين يضربوا بجوج هنايا. الله يكون خير، الله يفتح بينا يا رب، الله يفتح بينا ويلطف كاع السائقين. فهذا مشكل كبير، مشكل كبير، مشكل كبير كاين هذا الصباح هذا. ما شاء الله السلامة والعافية، ما شاء الله السلامة والعافية، الله يفتح بينا يا رب ويلطف بالخير، لأن يعني في هذا التعود مشكل، مشكل كبير. كيف كتشوفوا ارتباك كبير كاين على مستوى طريق السيارة من مدينة الدار البيضاء. فهنايا كيف كتشوفوا الناس واقفين كيشوفوا هاولا صدموا كيفاش الناس هنايا مقلوبين. نسأل الله السلامة والعافية. لطرق واقفة، واقفة كاملة. الله يحضر سلامة وخلاص يا رب، تحفظنا وتحفظكم من كل شر يا رب، يا رب تحفظنا وتحفظكم من كل شر. فمشكل كبير كيتولد على مستوى طريق السيارة هنا بنزل ستار البيضاء. فالله يكتب بينا خير يا رب، الله يكتب بينا خير يا رب يا رب. ما شاء الله السلامة والعافية يا رب، الله يكتب بينا خير يا رب. كيف كتشوفوا مشكل كبير كاين على مستوى السير، وهنا رجال الامن كيحاولوا انهم يوقفوا هاد او يحاولوا يسيطروا على هاد المشكل هذا، ويحاولوا انهم يشركوا الطريق، لانه بزاف الناس معطلين هاد الصباح الخدمه ديالهم، خاصه اللي خداو هاد الاتجاه من طريق السيار. الله يحضر السلامه يا رب. ان شاء الله خير، ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. فكما كتشوفوا عرقلة كبيرة كتعرف هاد الطريق المؤدية هنايا. فنسأل الله السلامة والعافية، الله يفتح بينا خير يا رب. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على وفائكم وتتبعكم هذا اللايف. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله الخير كافة الناس اللي يقدر ان شاء الله يكون في المشكل. نسأل الله خير يا رب. السلامة والعافية. طبعا مزيان كبير على خير. فكي كتشوفوا مشاهدينا الكرام نسأل الله الخير، كاين مشكل، مشكل كبير. نتمنى ان الامور تمشي مزيان وما يكونش خسائر، ان شاء الله الخير يكون يا رب. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، نتمنى لكم تشوفوا في الخير.